يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعاً في العالم، ليصيب امرأة واحدة من أصل 12 امرأة في حياتهن، وهو السبب الأول للوفيات الناجمة عنه. فذت وزارة الصحة اليوم ندوة توعوية وندوتها السنوية الخاصة بالتثقيف والتوعية بسرطان الثدي وإطلاق المسح السرطاني لعام 2020، حيث أن هذا الموضوع هو موضوع عالمي ومهم ليس فقط في العراق. لاحظنا ارتفاع في معدلات الإصابات في مختلف أنواع السرطان وخصوصا سرطان الثدي نتيجة لعوامل عديدة، منها الغذاء الغير صحي وقلة ممارسة النشاط البدني وغيرها من العوامل البيئية، والإضافة للعوامل البيئية والوراثية والجينية، كلها أدت هذه العوامل إلى زيادة في عدد الإصابات. حالات السرطانية في العالم والعراق، ليس فقط في العراق، في حالة تزايد خطير، وكما تم عرضه في المؤتمر قبل قليل، ما يزال السرطان هو أحد أهم مسببات الوفيات والاعتلالات في العراق وكذلك في الشرق الأوسط، وهو مشكلة عالمية متصاعدة. لكن نقطة مهمة، ويجب أن نلتزم بالمنهج العلمي، وحسب التقرير الرسمي الذي عرض على حضراتكم قبل قليل، نسب تسجيل السرطان في العراق هي دون 80 حالة لكل 100,000 عراقي في العام. مجلس السرطان العراقي، والذي تأسس عام 1985 والذي ضم بعضويته عددا من الوزارات والمؤسسات وعددا كبيرا من الاستشاريين، أخذ على عاتقه البحث والتقصي عن المرض، والذي التزم بإعداد لوائح سنوية تبين مدى سوء الحالات وتحسنها وإعداد خطة تضمن مدى إمكانية علاجها. سجلت يعني في السنوات الأخيرة زيادة طفيفة بأعداد الأورام السرطانية، خاصة سرطان الثدي، وذلك بسبب الاكتشاف، يعني زيادة حالات المكتشفة وزيادة الأساليب التشخيص والتوعية التي قامت بها وزارة الصحة، ضرورة مراجعة النساء إلى مراكز العلاج والكشف المبكر على الأورام. فهذا يعني عدد أكبر من النساء ظلت تراجع، فباعتيادي كانت النسبة بالاكتشاف أكثر. ثانيا، الزيادة السكانية بالعراق في السنوات الأخيرة، تقريبا نفوس العراق وصل إلى 40 مليون، فاعتيادي فناخذ المعدل العام لزيادة هو في التزايد، ولكن لكل 100,000 لا زال العراق ضمن الدول، يعني ضمن معدل الدول المحيطة بنا. ضمن 100,000 لا توجد زيادة كبيرة، ولكن ضمن العدد الكلي هناك زيادة بالأعداد فقط. السيطرة على الأمراض السرطانية بظل انتشار واسع للأمراض الانتقالية والفيروسية مهمة تكاد أن تكون مستحيلة، حددتها الكوادر الصحية المختصة لتكون ممكنة. لصباح الخير يا عراق، عباس العلوي.